فيلمنا بيبدأ في روما، وكان في واحد حرامي اسمه إنزو كان بيهرب من الشرطة عشان سرق ساعة قيمة جدا، وفضلوا يطاردوه لحد لما استخبى منهم في المية، وفضل مستني لغاية ما يمشوا، بس وقف فوق برميل ووقع جواه. وبعدها أول ما بيطلع بيكون تعبان جدا، وبتكون البراميل ديت براميل فيها مادة مشعة، وبيروح البيت بس بيكون تعبان جدا. وأول ما بيصحى من النوم بيكون نفسه مفتوحة للأكل وبيفضل يأكل، وبعديها بياخد الساعة اللي هو سرقها وبيروح يبيعها، وبيكون رايح لواحد صاحبه اسمه سيرجيو وهو شغال مع عصابة، ورئيس العصابة بتاعهم اسمه فاجيو، والراجل دوت مجنون جدا. كان طالب من المساعد بتاعه ان يسرق له تليفون، جاب له تليفون غلط راح قتله. وبعدها سيرجيو بيطلع لأنزو وبيعرض عليه الساعة اللي سرقها للبيع، وبيعرفه ان في عملية النهاردة بسيطة، هنروح نستلم مخدرات من ناس لصالح فاجيو رئيس العصابة. وفعلا بيروحوا بيت سيرجيو عشان يجهزوا نفسهم، وبيقابلوا بنته أليسيا وهي دماغها لاسعة شوية، ومبتفكرش غير في جريندايزر بتاع إيطاليا، ومبتتابعش غير الكرتون دوت. وأنزي بيسلم عليها، وبعدها بيروح عشان يقابلوا العصابة، بس في واحد منهم بيجيله تسمم وسيرجيو ما بيرضاش يساعده، وبيعرفه ان هو هيدفنه هنا. واخوه بيطلع المسدس وبيضرب نار على سيرجيو، وبعدها أنزي بيخاف جدا وبيقع من الدور الأخير، وفجأة بيلاقي نفسه لسه عايش وبيفتح عينيه، وبيجري بسرعة عشان يروح. وهو داخل البيت بيقابل أليسيا، وبتفضل تسأله عن والدها عشان اتأخر جدا، بس هو ما بيكونش عارف يقول لها ازاي ان والدها مات. وهي بتفضل تخبط عليه كتير جدا لغاية ما بيتعصب، وبيتفاجئ ان هو قدر يكسر الباب. وبعدها بيزق الدولاب بيلاقيه بيتحرك معاه بكل سهولة، وبيجيب الدفاية وبيقدر يكسرها على رجليه، وبيعرف ان هو قوي جدا. واول حاجة بتيجي في دماغه انه يروح يسرق فلوس، وبيروح يكسر مكنة الATM وبياخدها معاه البيت. وبعديها وهو نازل من البيت بيلاقي فاجيو والعصابة بتاعته واقفين مع إليسيا، وبيسألوها عن والدها، وهو عمل نفسه اكنه ما يعرفهاش. وانزي بيقول لفاجيو انا هبلغ الشرطة، وفاجيو راح ضربه بالقلم وهو مشي. وبعديها خدوا إليسيا وفضلوا يسألوها عن والدها لانهم فهموا ان هو سرق المخدرات، وفضلوا يسألوها عن والدها لحد لما انزي دخل لهم وفضل يضرب فيهم واحد ورا واحد. وبعدها خافوا منه جدا وهربوا كلهم، وإليسيا بتكون عارفة اللي هو اللي عمل كده. وفاجيو والعصابة بتاعته بيتفرجوا على الفيديو بتاع انزي وهو بيسرق مكنة الصرافة، وبيعرفوا ان هو نفس الشخص اللي قابلوه في شقة سيرجيو. وبعدها انزي بيقرب من إليسيا اكتر، وبقى بيهتم بالحاجات اللي هي بتحبها، وبقى يتفرجوا مع بعض على الكرتون اللي هي بتحبه. وبعدها بياخدها بيشتري لها هدوم، وبيحس ان هو المسؤول عنها. وبعدها بياخدها على الملاهي، وبتكون مبسوطة جدا باليوم دوت. وبعدها انزي بيعرفها ان هو كان مع والدها في عملية ووالدها مات، وهي بتزعل منه جدا ان هو ما صرحهاش وما قالهاش على حاجة زي ديت من الاول، وبتمشي وبتسيبه. بس هو بيروح وراها وبيوقف الترام بايديه اللي هي كانت راكباه، وبيدخل وبيعرفها ان هو بيحبها جدا، وبيتأسف لها ان هو ما عرفهاش من الاول، وبيعرفها ان هو ابتدى يحبها، وهي بتقوله انا متأكدة من دوت لانك ظهر بوشك من غير قناع. وهو بياخد باله ان هو وقف الترام من غير ما يلبس القناع بتاعه. وفاجيو بيكون مع صاحبته في العربية، والعصابة اللي جابت له المخدرات بتيجي عشان تقتله، وزعمت العصابة اسمها نوسيا، وهم بيكونوا بيهزروا معاه وما كانوش هيقتلوه، بس صاحبته بتطلع نينجا وبتبدأ تضرب عليهم نار وبتقتل اخو نوسيا، وبيعرف ان هم كده لازم هيرجعوا له عشان يقتلوه، فبيقتل صاحبته. وبعدها لما بيرجع المقر بتاعه بيلاقي كل الكلاب بتاعته ميتة وكل الجنوب بتوعه ميتين، وبيتفرج على الفيديو بتاع انزي وهو بيوقف الترام، وبيعرف ان هو عنده قوة خارقة. وبعدها بيروح يخطف أليسيا، وبعدها بيروح له وبيديله مخدر، وبيصحى انزو بيلاقي نفسه متربى، وبيقول له قدامك حل من الاتنين، لا هيقتل أليسيا لا يقول له قوته الخارقة دي سرها ايه. وبيكون فعلا هيقتل أليسيا، وانزي بيوافق يوديه المكان اللي تحول فيه، وبيعرفه على المكان بتاع البراميل. وفاجيو بيكون لسه هينزل المية، العصابة بتاعت نوسيا بتوصل وبتكون جاية عشان تنتقم منه عشان قتل اخوها. واول ما بيوصلوا بيضربوا عليه نار، بيحط إليسيا قدامه وبيضرب عليها نار، ونوسيا بتقرب منه وبتقول له انا قلتلك ان انا هولع فيه، وبتبتدي تولع فيه بجد لغاية ما بيقع في المية. بس انزي بيلاقي إليسيا بتموت، وبتطلب منه طلب واحد بس، ان هو يكون بطل خارق ويساعد الناس كلها. وبعدها إليسيا بتموت، وتاني يوم فاجيو بيكون لسه عايش
وبيطلع من المية وبيروح على البيت بتاع نوسيا وبيشغل كاميرا وبيبدأ يقتل في العيلة بتاعتها كلها واحد ورا واحد، وبعدها بيديها حضن الوداع وبيفضل يكسر في ضلوعها لغاية ما تموت. وبينزل الفيديو دوت على النت وبيقول ان هو رايح يدمر استاد روما، وبيونزي بيكون بيتفرج عليه وعلى الفيديو اللي هو منزله وبيعرف هو هيختار ايه، وبينفذ اللي أليسيا قالته له قبل ما تموت، وبيكون فعلا بطل خارق وبيتجه على الاستاد عشان يلحق فاديو. وبعدها انسي بيوصل الاستاد، واول ما بيدخل بيكون بيدور على فاديو وبيلاقيه قدامه، بيفضلوا يتعاركوا مع بعض، وبيلاقي معاه التليفون اللي هيفجر بيه القنبله وبياخده منه وبيكسره، بس فاديو بيهرب منه. وبعدها فاديو بيروح يفجر القنبله بنفسه، بس انزي عشان يلحقه بينط من مكان عالي جدا وبيروح ياخد العربيه اللي فيها متفجرات وبيبعد عن الاستاد عشان ينقذ الناس. والشرطه بتحاوطه وبتحسبه هو الارهابي، بس بينزل بسرعه من العربيه وبياخد القنبله وبيجري بيها في الشارع، بس فاديو بيشوفه وبيفضل يتعارك معاه عشان يخلي الناس تموت، وبيكون بيفعل القنبله. انزي بيجي وبيمسكه هو والقنبله وبينط في الميه، وبعدها القنبله بتنفجر وراس فاديو بتطير، واخيرا فاديو بيموت. وانزي بعديها بيعرف ان إليسيا عندها حق ولازم يكون بطل خارق ويحمي الناس، وبيلبس قناع على شكل البطل الخارق اللي هي كانت بتحبه. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناة ولايك عشان يدعمنا استمر. سلام.